للعام السادس عشر تواليا شركة أسيسيل تدخل بصرة السياب راعية لمهرجانها الشعري السنوي في خطوة تأكيد بأنها السند الأول للأنشطة الفنية والأدبية في جميع مدن العراق. ومهرجان المربد الشعري بدورته الحالية مثال على ذلك. صار 16 سنة احنا نرعى المربد، والسنة رعايتنا اعتقد اوفر واكثر حظ، يعني لان حتى المرصود الها من الميزانية مرصود بعدد كلش كبير. أسيسيل بشكل عام مو بس تعنى بالثقافة، تعنى بالمجتمع. فإذا تلاحظ لأسيسيل نشاطات بالمجال الصحي، بالمجال الاجتماعي، تتعلق برعاية النازحين وما شابه ذلك. وامتزجت قصائد اليوم الأول من الدورة 34 لمهرجان المربد الشعري السنوي بفنون البصرة الشعبية، فضلا عن حضور فرقة أوركسترا الطفل، فقرات تنوعت ونالت الإعجاب الدولي قبل المحلية. البصرة هي يعني مكان للشعر، ومهرجان المربد العريق طبعا هو معروف، حيث يضم يعني أسماء كبيرة من العالم العربي. أنا سعيدة جدا بهذه المشاركة، وخصوصا أن لبنان في هذا العام هو ضيف شرف المهرجان. المربد هو الواحة الشعرية، الملتقى، الكرنفال الشعري الكبير الذي تنتظره البصرة من عام إلى عام. فعاليات مربدية انطلقت من الحدائق العصرية لجامعة المعقل، وستستمر لثلاثة أيام متنقلة في مختلف أقضية ومدن المحافظة بحضور مئات الشعراء والأدباء والمفكرين في ملتقى سيبقى يجدد الهوية المدنية لمدينة البصرة. أدوات موسيقية وأخرى فنية تمتزج مع المشاركات الشعرية المحلية والدولية في ثغر العراق الباسم. مربد يصدح بالإبداع. لقناة التغيير، أركان تقييم.